سنين واحنا نتكلم عن السينما الكويتية ومتى راح ترجع هذه السينما، وكانت بالنسبة لنا مثل حلم اللي من خلاله قلنا بس يا بحر ووقفنا. لكن من خلال انك تقول كان رفيجي في كلمة كان، ممكن ترجع الأعمال السينمائية ليس فقط في كان وإنما أيضا في الكويت. راح يكون عمل سينمائي من خلال كان رفيجي من الأفلام الطويلة يتناول موضوع الرفجة والعلاقات الزوجية في جو اجتماعي من خلال علاقات إنسانية نسلط فيها الضوء على عدة مواضيع من تصاعد الأحداث وأبرزها موضوع الصحبة. باسم هذا الموضوع وباسمكم، ونرحب بمن قاموا بهذا العمل اللي أنا أسميه جبار في اقتحام الركود السينمائي، مؤلف الفيلم الأستاذ يعرب برحمة، وأيضا مخرج هذا العمل الأستاذ أحمد خلف، والفنان الرائع الراقي فيصل العميري. حياكم الله معانا. الله يحييش سلم. يعني شكرا على تلبية الدعوة وهذه الهدية الحلوة من الفيلم السينمائي، لكن خلينا نشوف هذا التقرير ونبلش حوارنا. كان وايد لاعب، طلعت الروح أشوفه. كان يدافع عنه وما زمان. كان مريت ضايق يحسف. كان علينا مطر والجو بارد. يعني الصراحة شوقتوني في البداية على هذا العمل، شنو كان رفيجي؟ من وين جت الفكرة؟ والله الفكرة جت من الكلام اللي نقوله ومن تحديات الحياة. يعني حتى كتبت الفيلم سنة 2002، صار له 12 سنة الحين. المقارنة ما بين الكلام اللي نقوله، والله عيوني اللي مركبة، ولا نقول قومة وقعدة مع بعض، ولا نقول إذا طروني، ولا إذا قالوا اسمي يطرونك، فهالكلام هذا قاعد تفكر يعني فيه، ومع الاكسبيرينسز اللي شفتها مع باقي الناس، هل احنا نقدر نطبق الكلام هذا صج والله، ولا بس مجرد حكي، ولا مجرد حكي؟ حلوة الفكرة. شفنا وايد مواقف فيها التحدي حق هالكلام هذا. فانكتب الفيلم على هالاساس. بس فكره وايد حلوه، يعني جتها من احساس داخلي ممكن ان احنا نستفزه ونطبق، او ان احنا نصبح جبنه امام الموقف فنتراجع. متى يكون رفيجك؟ متى الصديق هذا يصير؟ هل انت، ومتى اقدر ان انا اقرر انه اذا هو رايح على طريق معين اقدر ان اقول له والله تعال انا هذا المفروض يصير، ومتى هو عنده حريته اللي أنا المفروض ما أتدخل فيها؟ نعم. طيب. أنا أناني ولا هو عنده حرية شخصية؟ ولا حرية شخصية. طيب إحنا لو نقول إن لو شاهدنا، وشكرا لكم على أنكم عطيتونا شيء حصري نعرضه لأول مرة يعرض كلقطات من هذا الفيلم، أنا كمشاهدة عادية ما أفهم في الإخراج، لكن في الوهلة الأولى اللي شفت فيها الكادرات وطريقة تحرك الكاميرا حسيت إني قاعد أشوف فيلم. شنو الآليات اللي استخدمتها، المعدات، النظرة شلون خططتها تكون في هذا المسار؟ أول شيء أشكر استضافتكم لنا والعرض اللي كان حصري، يوم هم في شيء ثاني هو حصري، إنه لأول مرة أطلع مقابلة مع يعرب برحمة لمدة 12 سنة. عشان كذي أنا أحب الحصري. بالإضافة إلى حق رفيجي فيصل العميري، اليوم العلاقة معاهم تختلف، يعني ظهوري معاهم يعرب رحمة يعني من قبل لا يكون صديق كان أستاذ، بدايتي كانت معه. فيصل العميري كذلك من مرحلة دراستنا في المعهد كان ما شاء الله هو أحد
لأحد الأشخاص المهمين اللي أعطوني دافع في تحقيق الإنجاز، يعني من خلال إنجازاته في المسرح تعلمت أنه ما في شيء اسمه مستحيل. فاليوم أنا محظوظ أن أكون بين يعرب رحمه وفيصل العميري. بخصوص فيلم كان رفيجي، طبعا اللغة السينمائية تختلف عن اللغة التلفزيونية، وإن كانت في الفترة الأخيرة اللغة التلفزيونية في المسلسلات قاعدة تقترب من السينما، لكن تبقى في إطار الشاشة الصغيرة. بالفيلم اعتمدنا فيه بالمقام الأول على ترجمة النص، ترجمة النص من خلال صورة، من خلال أداء ممثل، الإحساس الموجود. ما حبيت أن يكون في استعراض إخراجي أو أن يكون الجانب الإخراجي يطغي على مضمون الفيلم، على الممثلين، لسببين. الأول خلينا نقول من ناحية أن يكون كعمل متكافئ من جميع النواحي، زائد ممكن حتى الأمور المادية تحد من هالموضوع. لكن بالحمد لله احنا قدرنا يعني بهالفيلم اللي ان شاء الله راح يرى النور قريبا في عيد الفطر، ان نقدم عمل سينمائي كويتي روائي طويل. لمدة الفيلم؟ مدة الفيلم ان شاء الله راح تنحصر ما بين ساعة ونص لساعة واربعين، حاليا احنا في مرحلة المونتاج. شيء وايد حلو. طيب برأيي فيك ماكو اثنين يختلفون عليك على خشبة المسرح، على الدراما فيصل، وأيضا في الأعمال التاريخية والآن السينما. يعني أيضا كنت مشارك في أعمال السينمائية الأخرى، لكن في هذه المرة ليش أنت؟ منو اختار منو؟ أولا فيلم كان رفيجي هو طبعا كفكرة من الأستاذ يعرب رحمه، هذا الإنسان الرائع والمبدع في انتقاء لهذه المواضيع الشفافة الإنسانية اللي يعني ما تسلط عليها الضوء حتى في المسلسلات، مع كم المسلسلات الموجود ما في جانب أخذ عن الصداقة. صحيح. بشكل مهم. فأنا كنت معاه في هذه الرحلة من قبل يعني 10 سنوات مع النص، وعندي دراية كاملة عن الموضوع، بس المشكلة كانت في الوقت متى نقدم هذا العمل. لا أصبح هذا الوقت مناسب الآن، خصوصا لما نشوف بعض الأشياء في الحياة الاجتماعية، إن ما صار الصديق يعني صديق، ما صار رفيج رفيج. فأنا يعني عندي حلم من زمان، إن طبعا رحلة أو الانتقال ما بين المسرح إلى السينما مباشرة، بس طبعا هو التلفزيون هو 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 المشاهد أكثر. أكيد. فقلنا ليش ما نخوض تجربة التلفزيون عشان نروج لأنفسنا كممثلين. لكن السينما هي لعبتها مختلفة، فلذلك تجديني متحمس كثير لأي مشروع سينمائي. كان رفيجي أنا 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 يعني من 10 سنوات كنت أحلم أني أنا أشتغل هذا الدور وتحقق الحلم على إيد صديقي وزميلي وأشد من أزرة أحمد الخلف مخرجنا، وكنت قلق أن هذه التجربة لن ترى النور، لكن الحمد لله رأت النور. وبالنسبة للوضع اللي قاعد يصير معانا، إذا في مقدمتك تفضلت فيها على موضوع السينما نعلم فيها أنها صناعة، صناعة بالنسبة لي ليست آلية وإنما أيضا فكرية. لما يكون هناك في نص جيد، يكون هناك في رؤية ممتازة، ويكون هناك في أداء تمثيلي، أنا متأكد أنه راح نصل إلى أعلى المراتب. زين، بس هي مشكلتنا ساعات تجرنا العاطفة إلى شيء نقول لا، نخاف، نتردد، ما نقدم، يمكن ما نطلع حلوين، يمكن تطلع خاصة أن الوقت الحالي فيه انتقادات أكثر من السابق بشكل قد يكون معلم. بالضبط. وممكن يكون الخوف من المجهول. صح. ماشي طريق ما عارف يعني وين راح نوصل فيه، هل راح يلاقي قبول من الناس، هل إحنا قادرين على إنتاجه، هل إحنا بالخبرة الكافية اللي ممكن احنا ندش في فيلم روائي طويل. هذا يعني كله في طريق المجهول. نعم، لكن ان شاء الله المجهول خير، فدائما الانسان يخاف من المجهول، ولكن اقتحام المجهول قد يؤمن يكسر الفوبيا اللي موجودة من خلاله. شوفوا هذا التقرير ونرجع لحوارنا.
الكواليس اللي قاعدين نتكلم عنها أو شفناها قبل شوي، أيضا خصيتونا فيها، شكرا لكم. لكن أبي أتكلم إن هل هذه أول تجربة كتابة لك ونحن تعودنا عليك كمخرج؟ صح. والله إيه، يعني إذا إحنا قاعد نتكلم عن فيلم أكيد هي أول تجربة كتابة. الكتابات اللي إحنا كنت أكتبها قبل حق دوكيومنتريز كتبت وايد، حق لسيناريوهات أصغر تدربنا على السيناريوهات اللي أصغر اللي هي للأغاني المصورة والأفلام الصغيرة. صحيح. اللي هي كنت معتبرها أفلام صغيرة كنت قبل. صح. وبعدين دوكيومنتريز كتبت سيناريوهاتها. بس هذا الفيلم من 2002 لما كتبته ما كتبت حتى غيره يعني، وظل لفترة كبيرة. ويوم من الأيام شفت أحمد الخلف دز لي بالواتساب كذي دزه عشان يقول it's time، وقتها خلاص صارت. ف يعني عقب 12 سنة اللي صارت. الأهم بعد من التجربة أعتقد اللي إحنا الكتابة مالت تجربة الكتابة، الأهم هو فريق العمل. يعني اليوم التيم ورك، واللي قال أخوي فيصل بعد اليوم الفريق أهم بعد. ماكو إحنا وايد متعودين على ون مان شو على قولتهم. صحيح. يعني بالوطن العربي عموما متعودين على الستار الممثل مثلا، البطولة الوحيدة المطلقة، متعودين على المخرج ولا متعودين على الكاتب. أعتقد أن أنا الأوان الحين أنه يصير في اعتماد حقيقي للتيم، للعناصر، اي للتيم كامل، لعناصر الفيلم. اليوم احنا توفقنا في عناصر طيبه الحمد لله، وجزء منهم من الارت دايركتنج وجزء منهم من السيت ديزاين، ف بالاضافه الى حتى الموسيقى التصويريه. اليوم راح يكون ان شاء الله معانا بعد مشعل عروي الله بالسيت ديزاين والارت دايركتنج. عندنا لمية السلاحي واخونا حسن الملا، وعندنا في يعني الستاف يكاد يكون كويتي 100%. الستاف يعني اذا بتكلم عن كفريق عمل هو مقسوم الى فريق التصميم، فريق الانتاج، فريق المونتاج، فريق الاخراج، فريق التمثيل. يعني حرصت من الافلام القصيره ان نعمل كفريق، بالإضافة إلى أن حتى توجهنا إحنا كشركة الاعتماد على العناصر البشرية المحلية الكويتية. حتى لو ما كان عنده خبرة لكن مع الوقت يكتسب الخبرة معانا. فبالنهاية إحنا لما قدمنا الفيلم اعتمدنا على الموارد الكويتية، على الشباب نفسه. يعني كان من السهل الاستعانة بفريق من الخارج أو نحن نطلع تصور الفيلم بالخارج. طبعا هالشيء ما راح يقلل من قيمه الفيلم، يعني سواء تصور بالخارج او تم الاستعانه من خبرات خارجيه، لكن احنا حرصنا بهالفيلم انه يكون انتاجنا انتاج محلي كفريق عمل نتعاون فيه. يعني لما اكون انا واثق ان يكون عندي فريق تمثيل محترف، وهذه مو مجامله، ولما يكون معي فريق التصميم وفريق الانتاج وحتى من الفريق الاداري، أنا أكون يعني في راحة واطمئنان ويخليني أتقدم بالفيلم ومن غير خوف. نعم. طيب بعد الفاصل تبون تعرفون من في هذا الفيلم؟ رجعوا لنا. رفيجي منو في بالفيلم كممثلين؟ سؤال لي؟ بالضبط. اوكي زين. معانا اخونا الفنان الجميل خالد بريتشي، عبد المحسن القفاص، مرام البلوشي، فاطمه الصفي، زينب خان، علي بولند، ومعانا ممثلين مهمين، ثلاثه اشقياء صغار. أنا في واحد بس ذاكر اسمه، سامحوني الباجي، إيه صالح وعبد الرحمن، عبد الرحمن، والثالث اللي هو محيسن. أي أوكي. يطلع اسمه. إيه يطلع.
فمثل ما قال مساع اخوي يعرب ان احنا مو بس حاطين في بالنا هو انتاج فيلم فقط او كتابه سيناريو لفيلم فقط، لا ايضا نتعب على موضوع الكاستنج، ونتعب على التيم وورك، ونتعب على على هذه العناصر عشان كلنا نكمل بعض. عندما يكون في مخرج يبحث عن قيمه فنيه من خلال تجاربه الشخصيه، من خلال تجربته الخاصه في الحياه، فيكون عنده هذه الرؤيه ان يقدم عمل فني سواء مسرح، تلفزيون، سينما، ايا كان، ويكون هناك في نقص نوع ما او شح، حتى مو بس هو الشح في الانتاج، يمكن ساعات يصير شح في التمثيل. صح، يعني واحد جاي متراحي على الدور، وهذا اللي انا ارفضه. انا عن نفسي وجدت انه في الدور شيء انساني طبعا بالدرجه الاولى، شخصيه بسيطه جدا، وهو اللي يعني هو التارجت في الموضوع نتكلم عنه، على اساس ان نبي نبين بس شنو معنى الصداقه باختصار شديد. صحيح، يعني باختصار هذا على قولتهم الهيدلاين عندنا، معنى الصداقه هذه بعد في تحتها علاقات، وفي تحتها خطوط كثيره، هذه ما حد يقدر يجمعها يحطها مع بعض الا مخرج متمكن مشبع بالصور. زين، وهذا ايضا ينعكس علينا احنا كممثلين، سواء احنا مشبعين بالصور او عندنا احنا يعني امورنا الخاصه فينا. يعني كوني كممثل مسرح دائما انا اشطح بخيالي المسرحي زين على الخشبه. صح، بس هذا ما يمنع اني اتشارك مع صديقي واخوي احمد في 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 وضع، يعني مثلا بلان الكادر نفسه شلون راح نشتغل عليه. ضيفي على ذلك لما يكون هناك في نص يعني يحركك، وفي نصوص كثيره جميله بس معقده، يعني من تقرينها ما ودك تمثلينها. وفي نصوص بسيطه تقول كلمه كلمتين تفتح لك خيال. صح، تبين تشتغلين فيها. احنا نصنا ما راح نقول والله هو نص معقد زين، ولا هو نص عفوا ساذج، هو نص انساني وبسيط وكويتي. يعني هذا اللي احنا نبيه، احنا نبي نصنع فيلم كويتي نصدره للخارج يمثل الهويه الكويتيه. بالضبط، يعني خاصه بالضبط. الكلمات اللي قاعده اسمعها كلمات كويتيه، اشتقنا ان احنا نقولها بيننا وبين بعض علشان نبدا شوي يمكن السينما تشجعنا ان احنا نرجع لها مره ثانيه. طيب احنا يعني انا اللي عارفه يعرب مخرج، فبالتالي لما يكتب برؤيه فيها نوعا ما رؤيه يبي يشوف فيها اخراجه، لكن لما تنتقل بيد مخرج اخر ما تبدا تصير عندك بعض ملامح الغيره الحميده في انك ايضا تشوف كادرات الاخراج تقول يصير لك نظره فيها؟ اي مخرج اخر اكيد، اصلا مخرج اخر يمكن ما اعطي الناس. احمد مو مخرج اخر. احمد اخوي، يعني احمد فكريا احنا يعني متطابقين، قعدنا مع بعض 12 سنة يعني مع بداية الفيلم، فكرة. لما تعرفت عليه يعني بداية، يعني هو جمع لي اياه اصلا، كنت ادز له جزء بالمسج وجزء بالفاكس بذاك الوقت، وجزء بالايميل وات ايفر بالمكان، وانا مسافر وهو كان يجمع لي اياه، فعشنا الحلم مع بعض، تشربتوه مع الوقت اللي 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 احمد بعدها ب 2006 خذ ماسترز، راح بريستل وخذ ماسترز في بريستل ورد وبدا الحركه السينمائيه من جروبنا، من الشركه، من وبدا يشتغل في ولما صار سلام اخذ الجوائز، واخذ عقبه جوائز بهارموني الشورت فيلمز من وقتها. ف الباشن ماله هذا الحين، الشغف ماله الفيلم. انا الشغف اللي عندي اني انا اشوف شيئين، انا عندي شغف اني اشوف كل شخص موجود عندنا كجروب ياخذ منحه ومكان يحبه، لان الفحوى المسج واحد، الفحوى الانساني كنا سوينا دوكيومنتري ولا سوينا فيلم ولا سوينا برنامج تلفزيوني، ولا هو فحوى انسانيه وحده، وخلينا نقول فاليوز وحده واهداف وحده. فلما احمد اخذ الفيلم اعتقد انه بالنسبه لي حقق شيئين، حقق اني بشوف الفيلم هذا بالاخير يعني بصوره، وبنفس الوقت حقق لي شعور بالعكس كأنه
أخوي يبي يشتغل والحين الوقت اللي إحنا ويسبورت يعني هذا الوقت. نعم. أنا عندي بعد تعليق على المساء سولفته على موضوع الفيلم، الفرق بين الفيلم والمسلسل. ترى اللقطة السينمائية، الفرق اللي مساء اللي قاعد تشوفينه، اللقطة الحلو فيها إن أول شيء قعدوا يعني أحمد قاعد مثلاً فترة طويلة عشان اللقطة، واللقطة هذه فيها جزء من تعبير الممثل، وفيها جزء من الكتابة، وفيها جزء راح تشوفين موسيقى واضحة فيها المكان، بس يعني جزء ها، وراح تلاقين جزء من ديزاين، الديزاين تيم اللي احنا مسوين اللي هو اللبس ولا شنو الكادر اللي ورا، فبحيث ان هذا الجزء مع 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 الساوند افكت مع حركة الكاميرا والإضاءة، هذه كلها كومبوز ولا تحقق الصورة اللي هو السينمائية. يمكن الفرق بالتلفزيون اللي يفرق، يمكن فيصل يعني لا خبرة أكثر، يمكن التلفزيون لأن المشاهد كثيرة والساعات اللي لازم ينتجونها وايد، يعتمدون أكثر بشكل كبير على أداء ممثل، فهو يحط قدامه كاميرا ويقول له قول بتشنا ولا ضحكنا ولا ما ها، غير عن السينما لما يقول له أحمد مثلا يقول له أنا بالحين بس نظرة واحدة أبيك بس تطالع فوق، بس النظرة هذه اللي طالع فوق ولبسه وإضاءته وديزاينه وحركة الكاميرا والميوزك اللي قال حق شلون تنحط، هذه لقطة كاملة كومبوزينج، التأثير والإمباكت هذا أو الوقع اللي يصير، هذا الفرق الكبير اللي ما بين السينما ولا أنت عندك 122 مشهد، 123 مشهد يتصور، احنا صورناه بحدود 19-20 يوم، وير ان ب 19-20 يوم يمكن يخلصون التلفزيون، محتاجين يخلصون 4-5 أيام صح يعني صح. فلذلك اللقطة يعيدونها من زاوية، واحتجنا في هذا الفيلم، ترى احتجنا بهالفيلم ان احنا نكون متوافقين، الممثلين اصبروا على انتاج فيلم صح، والمخرج لان الكل مرتبط عاطفيا بالنص صح، ومرتبط عاطفيا بالممثلين اللي اساسا اصدقاء او ربعه. جميل. طيب احنا الحين لو نسال ان في كل الافلام الاجنبيه، طبعا احنا دائما ككويتيين ننظر للعالم الاجنبي، دائما نحب ان احنا نكون في هذا الموضوع، لما يبدا الفيلم نشوف شركه، من الشركه اعرف انا الفيلم شنو راح يكون، نوعية الفيلم سواء اجتماعي بوليسي غيرها من هذا، أول ما يفتح الفيلم شنو راح أشوف؟ الفيلم من أول ما يبدي راح نشوف مجتمع كويتي، بيئة كويتية، علاقة إنسانية، مفردة كويتية، وحلم كويتي، يعني بعيد عن التسويق للشركات اللي تطلع في بداية الأفلام. لا يعني كفيلم اليوم لما أنا قررت أن أخرج الفيلم، وكان قراري قبل حتى يمكن أستشير يعرب رحمه فيه، اليوم قلت له أن هذا الوقت اللي لازم أنتجه فيه، النص مثل ما تفضل يعرب وقال من عمر، احنا من 12 سنة عارفينه وانا معاه من ذيك الفترة، فتبقى رؤيته موجودة عندي، زائد انه اليوم لما يكون في نص كاتبة مخرج، فهني اكيد بيسهل علي وايد امور كمخرج، قاعد يكتب بحس، يكتب بإيقاع، يكتب بتنوع، بعيد عن الملل، فالامور هذه انا اكيد بتساعدني، فلما أحاول أي أترجمها إلى صورة ما قاعد ألاقي فيها صعوبة مع الفريق لترجمتها، لأن ممكن لو في كاتب يجهل أو ما عنده الخبرة الكافية في لغة الصورة مثلا أو مدة الحوارات، ممكن راح يدخلني في طريق في نوعا ما نقول ملل، فراح يصير مطلوب مني أن أنا أعالج النص كمعالجة ويأخذ مني جهد كبير علشان أني أقدمه، لكن النص الحمد لله يعني بالمقام الأول مستفز لي شخصيا،
حابه عشته وتشاركت فيه حتى مع الممثلين يعني خالد بريتشي وفيصل العميري يعني من 2002 يعني من قبل 12 سنه احنا مكلمينهم قال لهم ادواركم انت دورك حمد انت دورك خالد يعني اكبر من عمر عيالكم فالحلم يعني كبر معنا من ذاك الوقت فهذا اللي احنا حابين نقدمه يعني نعم ونقول ان لابد ان يكون هنالك مرحله ما بعد الفيلم بالنسبه للمشاهد العادي قد تكون له انتقادات الخاصه لكن بالنسبه للي قاعد ينقد كناقد فاهم راح تكون له انتقادات تهمك شو اللي انت حاسس انه ممكن يكون موضوع انتقاد في الفيلم والله يمكن انه يكون موضوع الانتقاد في الفيلم ككل لانه هو تجربه يعني تجربة بحد ذاتها فيلم روائي طويل ومو شورت فيلم مشكلة الناقد يعني في هذا الوقت هو مشكلته انه هو يعني انا سامحوني انا راح اوجه كلام على بعض النقاد زين مشكلة بعض النقاد الان هم وقتيين لحظيين يعني حتى لو كان قاعد نقدم احنا بكل انتاجيه ضخمه ورؤيه واضحه وتمثيل قاسي بشورت فيلم 5 دقائق زين راح يكون هو ايضا نقده اقل من الخمس دقائق هذه يعني ما يتمعن بالفيلم ما يتمعن بالفكره ما يتمعن بالجو انا اتصور من وجهه نظري ان لما نعرض فيلم مثل كان رفيجي او فيلم اخر ان شاء الله في المستقبل يجب على الناقد ان ياخذ وقته تماما أن ينظر الأشياء بمنظورها الصحيح ما ينظرها بمنظورها الخاص صحيح لأن إذا أصبح في منظورها الخاص راح ندش إحنا في مشكلة لها خطين مكي. أول خط زين ثقافة هذا الناقد ومشكلته مع السينما بشكل عام وأيضا عفوا بهذا اللفظ أخلاقيات هذا الناقد ومشكلته مع الأدب والسلوك أنا لا أحتاج هذا ولا أحتاج هذا أنا أحتاج ناقد ينظر إلى الأشياء بمنظورها الصحيح يعني والله لما يكون معي انا مثلا انه هو ناقد لاذع اوكي ليش انت كذي لاذع قولي الاسباب صحيح والله يا فيصل انا توقعت منك تعمل كذا 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 الفيلم اصلا خطه كذي 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 ليش انت بسطت هني ليش انت اوفرت هني ليش انت كذا كذا انا هني ما راح اي عاد اكون وايد يعني سطحي باجابتي واقول والله انا المخرج يبي كذي لا الفكره ان احنا ندري واقع الفيلم كويتي روائي طويل بدور العرض هو واقع يعني كلنا نتمنى يكون ان شاء الله يعني انه يكون جمهور متحمس انه يفهم شنو موضوع فيلم زين محلي مودرن مصنوع بسواعد كويتيه صناعه محليه بس بنفس الوقت يعني اخاف ان النقد ما قبل الفيلم زين سواء في مؤتمر صحفي في جريده في 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 يؤثر على بعض الجمهور اللي هو حاب السينما وبنفس الوقت مو حاب تجربه اذا بين محلية. اذا في نقد قبل ايه الفيلم فهم ايه فقد ان ترمى هذه لا الشجره لا ايه يعني أنا شاهد ايه الفيلم وبعدين خلي انا بس لك. انا بس بوصل شغله ان 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 ان, ان, ان يقول يعني فيلم محلي ايش راح يصير اوكي يجمعون لنا ممثلين وايد ايش راح يصير هي الفكره مو يجمع ممثلين وايد ولا احنا عفوا ولا احنا نقول انه والله فيلم ترى هو يعني قاعد بالادراج 12 سنه وعلى ما تمخمخ ولا نقول والله مخرج عشان ماخذ جوائز ببريطانيا هو الافضل بالعكس تشتغل هذه الاشياء ادري انا لا بس انا بوصل لك شغله ان الفكره هي باختصار شديد هذا العمل جمع ثلاثه عقول في البدايه اول ناس هني اوكي وجمع الاخرين اوكي فهذا الاصرار على انتاج هذا الفيلم ترى مو بس هو اصرار على اساس هو السيناريو واخراج وتمثيل لا والله هو بالضبط اصرار على صناعه فيلم على ترسيخ جذور سينمائيه زين مثل ما صار بس يا بحر وغيرها من الافلام لكن تجربه بس يا بحر الى الان يعني ما بعدها الى الان يعني اولموست يعني على قولتهم 40 سنه تقريبا ما في تجربه واضحة أنا ما أقول حقيقية في تجارب حقيقية بس مو واضحة ما اكتملت التجارب كانت متقطعة لفترات ما تلاقي النجاح يعني إحنا نأمل إن شاء الله أن تلاقي النجاح وحتى لو أنها
على حد علم البعض لم تلاقي ذلك النجاح، تلاقي استحسان، تلاقي كلمة شكرا لكل اللي قاعدين تأدونه. أنا بدوري الشخصي أقول لكم من الآن شكرا، يعطيكم مليون عافية وليست واحدة ولا اثنتين، فيكفيكم أن أنتم اجتمعتم بجهود حتى تعيدوا وجودنا وثبوتنا. هنالك فيلم قبله كان موجود، ولكن هذا أيضا يزيد إصرارنا أن احنا ممكن ككويتيين نخلق من عدم وجود سينما ونعود رغم قساوة الظروف، حتى ولو تكون هناك قلة في الاهتمامات، لكن تصرون أن تكون هنالك لهجة سينمائية جديدة. شكرا يا عرب. شكرا أحمد. شكرا لكم. عساكم على القوة. إذا ستذهب إلى دور السينما بالإجبار، حتى لو قلت أنك أنت مجبر ولست بطل، فستكون بطل بحضورك في هذا العرض لتنقل من خلالها رؤية جديدة كويتية لفحوى كلمات، معاني، رسالة تقدم. لا تقول هذا شايفينه وهذا عارفينه، ترى غيرك برا يتمنى هذه الوجوه أن تكون في دور السينما، ولا تنطر ممثلين يطلعون في دور السينما الأجنبية وبعدها أنت آخر من يعلم. أتمنى لكم الصحة والسلامة، وتابع وكون أنت أول من يقول